قديش الكل بيحبك وبيخاف عليكي؟ هنن مبسوطين كتير بخطبتنا. بعد ما تعرفوا علي بعتقد رح ياكلوني أنا وعايش. هنن ما حبوني. مو هيك القصة أنجاد، بس هنن فكروا منيح بهاد القرار. يمكن هنن عم يفكروا إنه هاد هو السبب إنه أنت وفاتح فيكن تجتمعوا. حتى وأنت زعلانة. أنا بعتقد إنه لازم ترجعي تفكري بالموضوع تيجو. لا تفكري عندي مشكلة بهالشي، ما عندي مشكلة بنوب، بس حاسس إنه عيلتك ما رح تقدر تحبني وتتقبلني بالبيت أبداً. تيجو؟ مرت عمي نادت لي. رح تتركي خطيبك واقف هون وتروحي بلا ما تحكي شي تيجو؟ شايف شلون؟ كيف عم يتصرفوا هون وكأنه ما في غيرهم بالبيت؟ هي دائما كانت تعطيني مواعظ وهلأ هي لسه ما انخطبت وهيك عم تتصرف. لو سمحتي بلا ما نحكي عن هذا الموضوع هلأ، حتى نحن هون بلا ما نكون متزوجين. ضحكي هيك أحلى. أختي حاسة مثلي قديش أنجاد حاببة لتيجو ولا لا؟ بس ما بعتقد إنه تيجو بتبادلوا نفس الشعور. وقت يكون قلبنا مكسور من حدا مو سهل أبداً إنه ننسى هالشي ونحب حدا تاني. تيجو صعب تتقبل، هي بدها إنه تشوف الكل هون مبسوطين بالبيت، لهيك عم بتمثل إنه هي مبسوطة بهالشي. إذا هنن سألوك شي ما بتعرفيه عني دقيلي على الموبايل وأنا رح أقلك فوراً. فهمتي تيجو؟ إيه مزبوط، ما في حدا بيعرف هذا الشيء أكتر مني. برافو عليك. بس تيجو أختي وأنا بعرفها منيح، وهي بتفكر كتير منيح قبل ما تاخد أي قرار بحياتها، لهيك أنا ما عم بقدر أفهم هالشي أبداً. ليش أخذت هذا القرار بهالسرعة هي؟ أنت قلتي هالشي إنه هي أختك، معناتها فكري. ليش عم تسأليني؟ شو عم تحكي ياسمين مع أنجاد هلأ؟ بتمنى ما يكون شي غبي. تعرفي ياسمين؟ العالم اللي بيحتاجوا وقت حتى يرتبطوا هن اللي ما بيفهموا على بعض وما بيعرفوا شي عن بعض أبداً. في عالم صار لهم سنين كتير مع بعض وهن لسه لهلأ ما بيقدروا يفهموا شي على بعض. شو عم تحكي أنت؟ عم تقصدني بهذا الحكي؟ أنا ما قلت اسمك أبداً ياسمين. أهلين سيد فيرك، تعال تعال تعال. خطيبتك اللي رح تصير بنت حماي كتير لطيفة، هي بصراحة يا فاتح خايفة على أختها كتير، لهيك عم تسألني حتى تطمن. أنا بقدر هالشي، بصراحة أنا جوعان كتير وما بدي الأكل يبرد. يلا تعالوا. ياسو شو كنتي عم تحكي معه؟ أنا مو قلت لك ما تعملي أي شيء غبي وسخيف اليوم؟ ليش أنا شو عملت؟ بس كنت عم أسأله مو أكتر. و تيجو كمان أختي، وهيك قررت فجأة أنه تنخطب لشاب ما إلا زمان بتعرفه. ما بعتقد هالشي صح. ما بتعتقد أنه هالشي غريب كتير؟ ليكي ياسمين، أنا طلقت تيجو وخطبت أختها، ما بعتقد أنه في شيء أغرب من هيك. يلا يلا عادي تيجو، لو سمحتي عادي عادي. تمام. ليش واقف هنيك؟ صار الأكل جاهز، تعال. وين رايح؟ في كرسي فاضي هون. بعرف كتير منيح إنه تيجو عم تعمل كل هالشي حتى تدمر عرسي، بس هاي المرة ما رح أسمح لها تعمل هذا الشي أبداً. أنا بعرف كيف بيشتغل مخ ياسمين، بعرف بشو عم تفكر. هي ما رح تتحمل إنه تيجو تنخطب
بنفس يوم عرسها أبداً. وقت ياسمين تعرف إنه كل شي صار بسبب تيجو وقتها رح تعصب كتير وتعمل مشاكل. اهدى روبي، انت عم تفكر كتير. ياسمين رح تتزوج فاتح وهي مبسوطة كتير بهالشي، وتيجو كمان عم تحاول تنسى وتكمل حياتها من جديد. لهيك ليش حتى تعمل هالشي؟ أنا ما بدي غير إنه ما تصير مشاكل أكتر من هيك بحياة تيجو. بس شكلهم بشهي. انت لسه ما اكلت من المشروم خالتي. المشروم تيجو قالت لي انك بتحب المشروم لهيك انا عملته. يلا كول ابني. خالتي بس مشروم، انتو ما بتعرفوا شو رح يصير معي بعد شوي. كتير طيب، شكراً، شكراً كتير. كل كمان. أنجاد، أنت أكيد رح تموت بعد هذا الشيء. كان لازم لما سألتك تيجو تقول لها أنه عندك حساسية من المشروم. شوفي ابني، بكفي خالتي حاج، أنا شبعت، كان طيب الأكل كتير. وأنا متأكد إنك علمتي تيجو تطبخ أكل مثل هذا كتير طيب، مو لأنه بس بدي إياها تطبخ لي، لأنه أنا كمان بحب الطبخ. لهيك أنا بدي شريكة تكون مثلي بتحب هذا الشي، ولازم لازم تكون تعرف تطبخ منيح، لازم هالشي. كل شي من ايد تيجو طيب. كنت بقصد انه تيجو بتعرف تطبخ كتير منيح، شو ما بدك رح تطبخ، سواء من المعكرونة او بارسا وكتير غيرهم. كتير حلو هذا الشي، حبيت. سيدة أعمال بأصابع سحرية تيجو مسبعة الكارات. قلي أنت منيح يا ابني؟ إيه كل شي منيح، بس كأني أكلت كتير. كنت عم تقول شي؟ إيه أنا رحت لحتى أحجز صالة كرمال نعمل حفلة خطبتكم، بس هذا موسم الأعراس ولهيك ما لقيت. بس بكره إلا نشوف لنا شي صالة. شو عم تحكي عمي؟ بدك تحجز صالة كرمال الخطبة؟ ما في داعي لهذا الشي، بعدين هذا البيت بكفي. وأصلا شو هي الخطبة؟ شب وصبية وخاتمين ومباركة الكبار وأكل شغل بيت، عملوا أي شي، ما في مشروم، نحن رح نخطب هون. شو رأيكم بهي الفكرة؟ عجبتكم الفكرة؟ كتير حلوة أنجاد، حبيتها كتير. أنت بهي الفكرة ربحت قلبي، معناتها خلص أخذنا القرار رح ينخطبوا ويتزوجوا عنا هون. خلص، معناتها اتفقنا العرس والخطبة رح يصيروا هون، وأنا هلأ لازم روح على الحمام. تيجو روحي شوفي بنتي. شو عم تحكي عمي؟ بدك تحجز صالة كرمال الخطبة؟ ما في داعي لهذا الشي، بعدين هذا البيت بكفي. ياسمين، يعني نحن شو طالع بإيدنا نعمل إيه؟ قلت لي شو نعمل؟ عن جد عم تحكي بدنا نتزوج هون بالبيت فاتح؟ أنا ما بدي أتزوج هون، مستحيل إني أعمل هيك شيء. ياسمين نحن شو حكينا؟ شو ما قدرنا نوفر مصاري هون رح نستفاد منهم ونروح على كندا. بالأول كنا عم نخطط نروح على الشيملة، وهلأ إيطاليا أو باريس. كيف؟ إيطاليا أو باريس؟ هي صح يا سو،
اسمعي انت لا تفكري كثير وتهتمي وين نحن رح نتزوج. اصلا رح نروح على كندا بعد ما نتزوج فورا، صح؟ هذا المهم، لهيك لا تهتمي كثير بهالشي. ايه فاتي. هلا روحي وساعدي امي بتقديم الحلو وخليكي مبسوطه. ونحن لازم نشكر انجاد كثير، لانه بفضله رح نخلص من تيجو وتطلع من حياتنا. ايه صح. واو جولاب، انا كثير بحبه، جولاب جامون. تتذكري تيجو كيف اكلنا جولاب جامون هداك النهار مع البوظه؟ رجع فات بالدور اكثر من اللازم. حتى انا ومرتي كنا ناكل هي الاكله كثير. انت كانك قلت شي عن جولاب جامون مع البوظه؟ ايه مع البوظه جدي، كثير طيبه الاكله. منيح. أنا وتيجو مثلكم بهذا الموضوع، مناكل جولاب جامون كتير مع بعض. بس تيجو ما بتحب لهي الأكلة أبدا. شكرا على القهوة. تعرفي قد ما أنا مدحتك ما بكفي تيجو؟ لكن هي تيجو محي الله. معك حق. آه شكراً تيجو، شكراً إليك. أنجاد حكى كتير عنك ومدحك، وهلأ إجا دورك أنت. شو أكتر شي بتحبيه بأنجاد؟ صعب إنه الواحد يلاقي عالم صادقة مثل أنجاد بهالدنيا. هو ما في منه، هو حنون كتير وقلبه طيب كمان، هذا المميز فيه. بس ليكي تيجو، انت بتعتقدي انك بتعرفي الكثير عن انجاد بهي الفتره القصيره؟ اوه انا اسفه، نسيت هالشي تماما. انا نسيت انه انجاد رح يكون الشخص الثالث بحياتي. ايه بس اكيد انت صار عندك خبره كبيره بهذا الشي بعد المرتين اللي تزوجتي فيهم. عن جد برافو، لهيك عم تقدري تقرري كل شي بسرعة كبيرة، صح؟ ايه ليش متفاجئ أنجاد؟ ليش أنت ما بتعرف هذا الشي؟ ما قالت لك تيجو هذا الحكي من قبل؟ إنه أنت هلأ رح تصير زوجة للمرة الثالثة؟ أكيد بتعرف ياسمين. شو هذا اللي عم تحكي؟ أنت ما عندك إحساس؟ تركني فاتح، شو حكيت يعني؟ أنا كنت عم أقول الحقيقة مو أكتر، لأنه الفايتين بعلاقة هو لازم يعرف كل شي، كل شي لازم يكون واضح بينه، لازم يكون كتير واضح هذا الشي، صح عم أحكي؟ وشغلة كمان، العلاقات الصادقة ما بتنبنى على الكذب أبدا، ولازم نحكي الحقيقة دائما، هيك تيجو علمتني. تذكري شغلة وحدة يا ياسمين، إنه العلاقات ما بتنبنى على الكذب أبداً. صح تيجو؟ هذا اللي قلتي لي اياه مو؟ لهيك أنا قلت لحالي إنه يمكن أنجاد ما يكون عنده علم بهذا الشيء، لهيك كان لازم أنا أقول لك. وبما إنه صرت بتعرف هلا، كل أموركم رح تكون تمام. لا تخافي من هذا الشيء أبداً ياسمين، أنا وتيجو منعرف كل شيء عن بعض، وهي خبرتني هالشيء. وبما أنه نحن قررنا نرتبط مع بعض ونتزوج كمان، لهيك لازم أنه نحن نعرف كل شيء عن بعض. وأنا بعرف كمان كتير منيح شو الشيء اللي عملتيه بعائلتك بيوم عرسك، وأنا بعرف إنه هذا السبب اللي خلى تيجو تتزوج فاتح.
في أي شيء بالكون كله بيهمني أكثر من كندا، لا أنت ولا حتى حبك. الكل بيعرف كتير منيح شو صار بعد هيك، ما في داعي ذكرك. لسه بدك تقولي شي؟ إذا ما عندك مانع. ليك تيجو، في مثل إنجليزي بيقول رب ضارة نافعة، هذا المثل بينطبق عليكي. لو هالشي ما صار ما كنت تعرفتي علي، وأنا ما كنت رح أكون بحياتك. آسف عم بمزح. حاطين جولاب جامون؟ ليش؟ لأنه تيجو ما بتحبها، بس هذا عرسي إلي. مو معقول هالشي، هن ما بيهمون أنا شو بحب. ما رح أقبل بهالشي أبداً. لك شو بك شوفي؟ فاتح؟ شكله فاتح معصب كتير. أكيد ياسمين رجعت عملت شي. أنا مبسوطة كتير على اللي صار. إن شاء الله عرسهم يلتغى بقى. الله يسمع منك ماهي. فاتح شو عم تعمل؟ انت عم بتوجعني. انت شو قلتي لتيجو؟ فاتح خليني روح، خلاص بكفي. ليش لحتى احكي معها؟ خلاص اكيد حكيتي شيء، ولا ليش لا تبكي؟ أول شي جاوبي على سؤالي. حلو، يعني هلأ هيك هي اشتكت لك علي، ما هيك؟ أكيد عملت حالة زعلانة وقالت لك. ياسمين شو مشكلتك؟ فهميني، هي حتى ما بتفكر فيكي، وانت على طول بتفكري فيها بنية عطلة. فاتح شبك، اسمعني دقيقة. بكفي ياسمين، لو سمحتي بكفي. شو مانك شايفة؟ عائلتنا عم تحضر لعرسنا ورح نتزوج، وكل هذا الشي بفضلها هي، وانت دائما هي خطة تيجو. فهمان فاتح، هي على طول بتتظاهر قدامك انها منيحة، بس هي شخص شرير وسيء وأسود من جوا كتير. هي عم تخدعكم وتضحك عليكم كمان. انتو معميين وما عم تنتبهوا لهالشي، بس أنا شايفة. كيف فيك تكوني سيئة كل هالقد تجاهها لأختك؟ ونحن مالنا عميان، انتي العمية يا سو، لأنه لهلأ ما فيك تشوفي شو عم تعمل تيجو كرمالنا. شو عم تعمل؟ قلي يلا. هي عم تحاول تقنع الكل يجي على عرسنا، وبهالشي الكل رح يحبها. الكل مهتم بتيجو، بس هن مو مهتمين فينا. نحن أساسا مهتمين فيها هي وبس. ياسمين، أنا صرت قايل لك هذا الشيء أكثر من مرة، ولآخر مرة أنا رح أقوله. أنا بحب عائلتي لدرجة كبيرة كتير. بالنسبة لإلي هالشيء بكفي إنه هنن يحضروا العرس ويباركونا. لو بدي كنت بقيت معك بمكان تاني، بس أنا قتلت الكل وبقيت معك هون بهالبيت. ليش؟ لأنه كان بدي إياهم إنه يتقبلوكي ونعيش كلياتنا سوا عائلة واحدة تحت سقف واحد وبسعادة وبمحبة. وأنتي ما كنتي تفهمي هذا الشيء؟ ليش ما عم تقدري تفهمي؟ قولي. دائماً بتطلعي لي بمشكلة جديدة. بكفي ياسمين، من اليوم وطالع ما بدي أي مشكلة بهالبيت. وبالنسبة لتيجو، أنا ممنون لهي البنت كتير، مو بس لأنه بفضلها هي عائلتي رح يحضروا العرس تبعنا، كمان لأنها عم تحاول تمشي بحياتها،
وهذا الشيء عم يخفف إحساسي بالذنب وعم اتخلص من هذا العبء. فاتح بس. من هي اللحظة ما عاد بدي نتناقش بهذا الموضوع أبداً. وإذا أنا عرفت بس أنه أنت حاولتي تجرحيها، ساعتها رح تشوفي الوش الثاني. وإذا رجعت جرحت أقول شو رح تساوي وقتها؟ ياسمين، لحد هلأ ما شفتي مني غير الحب، لهيك ادعي انك ما تشوفي مني الكره ابدا. انت اخذتي مني كل العالم يا تيجو، عائلتي الي وعائلة فاتح كمان، وهلا عم تحاولي انك تزليني قدام فاتح كمان. انت غلطتي غلطه كبيره تيجو، ولازم انك تدفعي ثمن هذا الشيء غالي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.